أعلن تفعيل قانون الدفاع. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وحتى إشعار آخر. سنتجاوز بإذن الله هذا الظرف الذي نعيشه. شدة البرسول. لم تكن المعركة الأولى في تاريخ الأردن ولن تكون الأخيرة، لكن النجاح هنا له طعم آخر مثلما كانت ضريبته أيضاً. إنها معركة زمن كورونا، معركة أرخت سدولاً قاتمة سوداء على دنيا بني البشر، ضربتهم وبعنف في كل ما يملك بكل تفاصيله حتى الدقيقة منها، فقلبت حياته رأساً على عقب. حتى ما كان يندرج تحت العادي لا يتوقف العقل ولا حتى القلب عنده أصبح غير مباح، وعليك إن أردت أن تحمي نفسك والآخرين أن تبتعد. القصة سترويها الإنسانية بألسن مختلفة، فالفيروس ضرب العالم بأسره، والبدايات كثيرة، فيما بدأت شمس النهاية تسطع على بعض بقع هذه الأرض، ومنها هذه الأرض الطيبة الأردن. لما الواحد بقعد مع حاله بفهم حاله أكثر. حاولت أشوف شو ممكن إنه أنا يعني حتى بوقت فراغ شو ممكن إني أعمل، يعني كنت دايماً أقضي وقت فراغي على الموبايل، فشفت أشياء تانية ممكن إني أعملها، يعني مو بس نت وموبايل. حال هذه الفتاة ككثير من الأردنيين الذين علقوا في الخارج بسبب قوانين كورونا التي أكرهت بني البشر على أن يحجروا أنفسهم بأنفسهم وبملء الإرادة. إن رويت في قصص الخرافات ما صدقها عقل، لكنها حدثت. عادت إلى أرض الوطن لحجر صحي طال كل الأردن، فكل العائلات في بيوتها التزاماً ورغبة في هزيمة الفيروس التاجي. فبدا الأردن غير ذلك الذي يعرفه الجميع، شوارع خاوية من روادها ومحال أغلقت أبوابها، وكأن أهل المدينة رحلوا وتركوا شوارعها تئن وحدة وألماً على فراق أحبابها، حتى ولو كان إلى حين. لكن الوعي الجمعي الأردني كان أشد وأصلب، فتعامل مع المحنة بحب وثقة في نصر قريب. الكلمات كان لها الأثر الأكبر في نفوس الأردنيين، وأشركتهم في صنع القرار من خلال الالتزام بالقرارات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية من جائحة كورونا. كلمة وجهها الملك عبد الله الثاني لم تخلو كعادته من معاني الأبوة، فكان الخطاب من القلب إلى القلب، فلقت صدى عند الأردنيين ودفعتهم للالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة. من اليوم الأول بل الدقيقة الأولى كان الأردن على قدر المسؤولية، فشكل خلية أزمة ضمت الخبراء وكبار رجال الدولة، وكانت القوات المسلحة رأس حربتها في مواجهة الفيروس. انعقدت اللجنة لدراسة الخيارات المتاحة في المعركة القادمة مع فيروس مجهول لا يملك إنسان خريطة واضحة في التعامل معه وسبل هزيمته، فكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المكان الآمن الذي يدير البلاد بتوجيه مباشر من الملك عبد الله الثاني. هذه الأزمة جلالة الملك قال منذ البداية أنها تعني كل العالم، ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون بين مختلف أقطار العالم، ولابد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الدول العربية. وقال بالحرف الواحد لنترك العالم ليترك خلافاته جانبا وليتوحد من أجل إنهاء هذه المعاناة وهذه المقصود بها وباء كورونا، وأن نجد الحلول المناسبة سواء للتخلص من هذا الوباء أو للتعافي اقتصاديا. جلالة الملك حرص أن يكون ويشعر المواطنين، كل مواطن أردني، أنه على رأس قيادة
التحديات وقيادة هذه الأزمة، مواجهة هذه الأزمة. فالملك من حرص، من هذا منطلق هذا الحرص، قام بتقديم خطابين وكلمات، وجه كلمتين للأردنيين. وهنا تجلت التكاملية بين مؤسسات الدولة والتناغم في العمل، فيصنع القرار بعد مناقشة جميع جوانبه وكل السبل المتاحة، وكذا الاستفادة من كل تجارب الآخرين. أما الهدف فكان جلياً واضحاً للجميع، خفض أعداد الإصابات إلى أقصى حد ممكن، وكبح جماح الوباء من الانتشار في البلاد. أزمة أديرت بحكمة واقتدار وقدر كبير من المسؤولية من الجميع، فكانت المعادلة الصعبة التي صنعت جسوراً من النجاح للعبور إلى بر الأمان بأقل عدد من الوفيات وأقل نسب من الإصابات. الخيارات المطروحة للتعامل مع الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية والتي درستها لجنة الأوبئة وضعت خلية الأزمة أمام ثلاثة خيارات أحلاها مر، وهو ما يعرف بمناعة القطيع، ذلك أن يصاب قطاع عريض من الدولة فينتج مناعته داخلياً. لكن الفاتورة لهذا الطرح ستكون باهظة بل مؤلمة، فنسب الوفاة ستكون ثقيلة. لذا كان الرفض عنواناً للخطة الأولى، وذهبت إلى الثالثة التي تتضمن غلقاً كاملاً لخفض عدد الإصابات بأعداد تتراوح من 9000 إلى 20000 إصابة. والهدف كان صحة وسلامة المواطن الأردني، وهي الأولوية التي يضعها الجميع نصب أعينهم. لم تكن الإطروحات سهلة، إلا أن الأردن من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذها تمكن من تصحيح المنحنى الوبائي لخفض أعداد الإصابات التي لم تتجاوز المئات. كان في استشعار بأنه الخطر قادم، وبدأنا بأخذ إجراءات يعني محددة وإجراءات سريعة تتضمن يعني وضع مجسات حرارية على المعابر، تفعيل المنظومة الدفاعية يعني الصحية. لذلك بدأنا ببناء القدرات الفنية للكوادر. لما دخلت أول حالة في 1/3 و2/2020 كنا عاملين ما يزيد عن 400 محاضرة ودورة تدريبية لكوادرنا للتعامل. كنا عاملين إجراءات لشراء فحوصات، لشراء أجهزة وقاية. كنا عاملين العديد من الاجتماعات واللقاءات لتحديد ما العمل، وبدأنا قبل ما يصل المرض بعمل مناطق عزل وتحديد أين سنضع المرضى وكيف التعامل معهم. الحكومة في إدارة هذه الأزمة والقوات المسلحة كجزء من هذه المنظومة عملت على أن يكون هناك توازن باستمرار ما بين صحة المواطن الأردني كأولوية أولى وإدامة الحالة اليومية للمواطن. وبالتالي في مرحلة ما ذهبنا إلى إعلان أمر الدفاع، قانون الدفاع، تفعيل قانون الدفاع، وبالتالي أوامر الدفاع المتلاحقة وحسب ما يقتضيه الأمر. الحقيقة يعني يمكن سر نجاح الأردن في هذه الأزمة أول شيء هو المواطن الأردني الحقيقة، والمواطن الأردني بوعيه، التزامه، تقديره لتبعات هذا الأمر على الصحة العامة وعلى الاقتصاد وعلى ديمومة الحياة في الأردن على المدى البعيد، يعني كان له دور كبير في أنه يعني كان متعاون، كان متفهم. الالتزام المواطنين بتعليمات الحظر كان له نتائج إيجابية جداً، وقد وصلت يعني موضوع الالتزام بإجراءات الحظر خاصة في الحظر الشامل أيام الجمعة أو أي أيام أخرى التي نعلن فيها حظر شامل، كانت النتيجة تصل إلى 99%. صحيح هناك بعض الحالات الفردية، لكن بالمجمل المواطنون الأردنيون أثبتوا أنهم حريصون على التعاون مع الحكومة. الدولة الأردنية اتبعت استراتيجيات مختلفة قائمة يمكن على التجربة والخطأ، لكن في الأساس يمكن كان الإغلاق المبكر والخطوات الاستباقية المبكرة اللي اتخذتها هي اللي أعطت نوع من الأريحية للدولة. المؤسسات سواء حكومية أو عسكرية أو أمنية كانت أخذت الموضوع على محمل الجد منذ اليوم الأول، فهذه الجدية التي ظهرت منذ اليوم الأول للتعامل مع جائحة كورونا انعكست مباشرة أولا على ضبط أعداد الحالات الإصابات بالكورونا، ثانيا رفعت منسوب الثقة لدى المواطنين، المسألة الثالثة
بدأت بتقديم إجراءات واقعية على الأرض تطبق أولاً بأول ويعلن عنها أولاً بأول من أجل الحد من هذه الإصابات. ولما فشلت دول عظمى في التصدي لجائحة كورونا ودفعت فاتورة مثقلة بأرقام الضحايا والمصابين والخسائر الاقتصادية، تمكن الأردن من الوقوف في وجه هذا الفيروس بوعي جمعي وإدارة حكيمة للأزمة، اصطف خلالها الأردن بأكمله على خط المواجهة ليكتب انتصاراً جديداً جعل منه نموذجاً تحدث عنه القاصي والداني في محاصرة هذا الوباء وكبح جماح انتشاره. العمل بدأ فوراً، فكانت النتائج كذلك سريعاً: انخفاض في أعداد الإصابات وحصر للمخالطين وعزل في المستشفيات، سبقه حجر صحي في فنادق الخمسة نجوم، عمل متواصل وعزيمة لا تخفت وإصرار لا يعرف الكلل أو الملل، خطط وإجراءات حكومية تتم مراجعتها على مدار الساعة في ظل التطورات وبناء على أعداد الإصابات ليتم تقييم النجاح وتعديل الإخفاق. هذا هو الحال في التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الأردن في مصاف الدول التي تمكنت من محاصرة الوباء، فالإجراءات الحكومية كانت صعبة تارة وقاسية تارة أخرى، ولكن النتيجة كانت أرقاماً بسيطة معظمها لمخالطين وحالات أصيبت خارج المملكة في ظل الارتفاع الكبير في الأعداد في دول الجوار والمنطقة، فبات الأردن نموذجاً يحتذى به. فالبروتوكول الطبي الذي اعتمدته الحكومة والمتمثل بالحجر المنزلي وتعطيل الحياة في أول أيام اكتشاف الإصابات لعب دوراً كبيراً في خفض عددها والتقليل منها، بينما أعلن الأردن عن تفعيل قانون الدفاع لأول مرة منذ سنوات طويلة، تلاها أوامر الدفاع التي فرضت حظر تجول شامل تبعه تخفيف للإجراءات تباعاً مع انخفاض أعداد الإصابات. نحن لما بدأت الجائحة كل الموجود في الأردن كان 2 مليون كمامة، نحن الآن يومياً بننتج 2 مليون كمامة، بدأنا بالإنتاج في كل الأردن كان في بس 2000 أفرهول، أنا يومياً الآن يومياً بستخدم 2000 أفرهول، 2000 يومياً بستخدمهم للفرق وللأطباء وللتمريض. نحن بننتج الآن في الأردن 8000 أفرهول يومياً، عم نصدر. عدد الفنتيليترز أجهزة التنفس كان قليل، بدأنا ندرس وبدأنا في نماذج أولية صناعة أردنية، بدأنا في عمل مستشفى ICU الأول في الشرق الأوسط والوحيد نبدأ في عمله، لم نقف يعني ويعني ننتظر ماذا سيحصل، نجهز للأسوأ ويعني نتمنى الأفضل. من جهة ثانية، بيّنت الدراسات واستطلاعات الرأي مدى ثقة المواطن الأردني في الإجراءات الحكومية والتي كانت الشفافية أحد أركانها. اجتماعات خلية الأزمة التي كان يتم الإعلان عنها وعن القرارات المتخذة إجابات على التساؤلات التي كانت ترد إلى مركز إدارة الأزمات، فكانت كل الإجابات حاضرة أمام أي استفسار يرد للدولة من المواطنين في الإيجاز الصحفي الذي بات ينتظره الأردنيون جميعاً ليكون مصدرهم الوحيد لمتابعة معركة كورونا دون المواقع الإلكترونية التي كانت في السابق تسيطر على الأخبار، فأصبح الإعلام الرسمي ووزير الدولة لشؤون الإعلام المصدر الرئيس للخبر، الأمر الذي أدى إلى دحض الإشاعة وبنى جسوراً من الثقة بين المواطن والحكومة الأردنية. كنا حريصين جداً أن نتعامل بكل شفافية وبكل مسؤولية وأن نقدم المعلومة الدقيقة والصحيحة، وأن إذا كان هناك معلومة غير دقيقة تم تقديمها أو خلل ما نقول نحن متأسفين ونعتذر عن هذا الخلل، لكن بالمجمل العام اليوم الخبر الرسمي أصبح هو الرسالة التي يتلقاها جميع المواطنين في أنحاء المملكة، وأصبح المواطنون يتطلعون إلى كل الأنباء التي تجد الأنباء التي تصدر عن الحكومة وعن الجهات الرسمية. أسهل شيء الصدق والشفافية، أسهل شيء، ما في إشي نخبي، هل قد عنا إصابات، هل قد عنا، هاي قدرتنا، منحاول نحسن وإذا غلطنا منعتذر، ما في مشكلة. الحكومة كانت تخرج بوزراء محدودين بين الفترة والأخرى، خطاب واضح، معلومات مباشرة، معلومات فعلا تعكس واقع ما يحصل على الأرض،
أدى إلى مع مرور الأيام اليوم الأول والثاني والثالث بنى عادة جسور من الثقة أو خيوط من الثقة بين المواطن وبين الخطاب الرسمي. الحكومة تعاملت بشفافية وبصراحة وبشجاعة مطلقة مع هذه المعلومة في إيصالها للناس ولوسائل الإعلام. الأمر الذي حاصر الإشاعة، ونحن نعرف أنه فيه مثل هذا الوباء مقتل المجتمع في الإشاعة يوميا، وخلال أيضا خلال كل ساعة وخلال كل دقيقة هناك معلومة صادقة وحقيقية وموثقة من الحكومة. والعملية الإعلامية اللي قادها وزير الدولة لشؤون الإعلام كانت ناجحة جدا. تعامل الأردن بكافة مؤسساته باستراتيجية واحدة قوية وشرسة في وجه الفيروس للمحافظة على صحة المواطن، وبتناغم كامل بين الحكومة والقوات المسلحة التي تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها. الجميع يد واحدة وكتف بكتف، إلى جانبهم الجيش الأبيض الذي سخر كل إمكانياته في التعامل مع الأزمة ليثبت قدرة القطاع الطبي الأردني في الأزمة. كلها دروس وعبر ستبقى للأجيال القادمة ووساماً على صدر الأردنيين. القوات المسلحة وجدت نفسها مطلوب منها أن تكون هي الجهة المعنية بإدارة هذه الأزمة على المستوى العملياتي، وكانت توجيهات جلالة سيدنا عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة واضحة، وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة شكل خلية في المركز الوطني لإدارة الأزمات وكلفنا بإدارة الأزمة على المستوى العملياتي. وكانت إجراءاتنا يعني تكاملية مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات ومجلس السياسات، نعمل يدا بيد لحماية المواطن الأردني، وبالتالي استطعنا كسب وقت ثمين وكسب كمان وتسطيحه. بدال ما يصيرنا 9000 أصبنا يعني بالمئات وإلى آخره أقل من 1000. اختفت كلمة الاختلاف وانصهرت في بوتقة العمل على إعلاء مصلحة الأردن والمحافظة على سلامة المواطن لأعظم أولوية على الإطلاق في كل الخطط المطروحة للتعامل مع الأزمة. ومن هذه الاستراتيجيات كان القرار بإعادة كافة الأردنيين العالقين في الخارج بسبب توقف رحلات الطيران حول العالم. فاستقبل الأردن في آخر يومين قبل الإغلاق 6000 مواطن تم وضعهم في الحجر الصحي في فنادق 5 نجوم وعلى نفقة الدولة لمدة 14 يوماً. قامت خلالها القوات المسلحة بدورها الوطني في نقلهم إلى الفنادق وتوفير مستلزماتهم والتعامل مع احتياجاتهم وحراسة الفنادق ومد يد العون للجميع. خلية الأزمة التي تنعقد على مدار الساعة قراراتها كانت دائمة الموائمة مع كل تغيير يطرأ وفوراً، فكان أن فتح جسر الملك حسين لنقل آلاف الفلسطينيين العالقين في الأردن بعد التنسيق مع السلطات الفلسطينية مع مراعاة أعلى درجات الحرص وإجراءات السلامة. ولم يقف عند ذلك، بل استجاب الأردن للأصوات المطالبة بعودة أبنائها الطلبة ومن تقطعت بهم السبل من الخارج، فكانت الخطة التي تم صياغتها بشكل محكم لضمان عدم انتقال العدوى من بعض القادمين الذين قد يحملون الفيروس، وهو ما شكل تحدياً كبيراً للحكومة الأردنية والقطاع الطبي. تضافرت الجهود في إنجاح العملية التي قادها الجيش العربي بدءاً من تعقيم المواطنين وأمتعتهم ونقلهم إلى مواقع الحجر الصحي التي تم تجهيزها وتوفيرها على مراحل، الأولى في البحر الميت والثانية في فنادق عمان، وتوفير الفرق الطبية المرافقة للفحص وجمع العينات لاكتشاف المصابين ونقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي وتطهير المطار بعد كل عمليات استقبال. كان من الواضح أنه راح يكون لها دور كبير. الخدمات الطبية دورها الكبير كان في إجراء عمليات الفحص العشوائي، تأمين الخدمة الطبية، خاصة لما دخلنا مرحلة الحجر الصحي مواطنين في منطقة البحر الميت وعمان، كانت مستلمة منطقة كبيرة وكانت تقوم بتقديم واجب الخدمة الطبية، كانت سند ورديف لوزارة الصحة. سلاح الهندسة الملكي وجد نفسه فجأة مسؤول عن تطهير وتعقيم مناطق كبيرة وواسعة في المملكة، يعني مطارات، الفنادق، مناطق عامة، مستشفيات، كل هذه الأمور أيضا كان يعني مطلوب من سلاح الهندسة الملكية أن يعقمها مسبقا ويطهرها إذا كان في إصابات،
وحقيقة جهد كبير وجهد أيضا ليس فقط وجهد وفي مخاطرة. يعني اللي يدخل على موقع موبوء ويقوم بتطهيره هو أيضا يخاطر بنفسه ويخاطر بعائلته لاحقا عندما يعود للبيت. ولذلك يعني تعرف إحنا الناس أجوا من مناطق مختلفة حول العالم في مناطق موبوءة. أزمة حملت الكثير من الإيجابيات، لكن فاتورتها لم تكن أبداً هينة على الاقتصاد الأردني الذي كان يعاني من صعوبات خانقة وموازنة مثقلة وتراجع في الإيرادات عن نفس الفترة للعام السابق وارتفاع في نسب البطالة. لكن الأردن واقتصاده في زمن الكورونا لم يكن منفرداً كتعامله وتمايزه في الأزمة على مستوى الوعي الجمعي والتعامل الطبي، ففي عالم المال والأعمال العالم كله رزح تحت سطوة آثار وانعكاسات الجائحة، سواء أكانت دولاً ذات اقتصاد قوي عظمى في إمكانياتها أو حتى دول صاحبة اقتصاد ضعيف. الجميع وقع فريسة كورونا ليعاني من العجز وارتفاع في نسب البطالة بسبب الإغلاق، لذا اتخذت خلية الأزمة قرارها بإعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات وضمن ضوابط وشروط تضمن عدم العودة إلى المربع الأول بتسجيل أعداد إصابات مرتفع. بدأنا بوضع ما نسميه الكود ريد والبرتقالي والأصفر ثم الأخضر. يعني إذا كان في عنا أحمر معناته الإصابات كبيرة ولازم نعمل إغلاق، شو اللي راح يضل فاتح؟ إذا الأعداد منطقية ومسيطر عليها ولا تزيد عن طاقتنا نروح للون البرتقالي، إذا تحسنت الأرقام نروح للون الأصفر، وإذا الوضع كويس منروح للون الأخضر. والأخضر خلينا نوعين، انفتاح كامل الاقتصاد الداخلي مع إغلاق الحدود والسيطرة عليها وحجر الناس، أو أخضر كامل اللي هو فتح جميع المعابر والعودة إلى ما قبل الكورونا. نحن حاليا في المنطقة الصفراء. معركة وأزمة كل تفصيلة من تفاصيلها سيتوقف عندها الأردنيون كثيراً ولسنوات طويلة قادمة، يتعلم منها كيف تمكن من المواجهة وهزيمة المرض والمضي قدماً، وكيف كانت هذه الشوارع يعصف بها الريح وهي خالية من كل أهلها، وكيف عادت لها الحياة وإن كان بشكل أقل. قصة سترويها الأجيال عن تجربة جديدة تضاف إلى تجارب ومعارك الإنسان وفي القلب منه الأردن وأهله. زمن كورونا صفحة من صفحات الإنسانية ما زالت سطورها تحمل بعض الكلمات لتنتهي، لكن الأردن تمكن من طي الأسوأ فيها ليكون انتصاره هذا مشعل نور يضيء ظلمة الطريق إلى الغد المشرق بفضل وعيه الجمعي وقيادته الحكيمة والاصطفاف دون فارق للجميع في وجه أي ما سيواجه هذه الأرض الطيبة.